خلال اتصال هاتفي مع العاهل الأردني، الرئيس السيسي يشيد بما تشهده العلاقات مع الأردن من تطور مستمر حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية. مصر تدعو لعقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية للتباحث حول التطورات الجارية في أوكرانيا. والعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تدخل يومها الرابع، وزيلينسكي يرفض استضافة بيلاروسيا للمحادثة. 3 مساء بالقاهرة، 1 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي بما تشهده العلاقات الثنائية بين مصر والأردن من تطور مستمر وتنسيق حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الرئيس السيسي من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاتصال تطرق إلى مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالتعاون الثنائي في مختلف القطاعات، فضلا عن تبادل وجهات النظر ورؤى تجاه تطورات القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك. وشدد الرئيس السيسي خلال الاتصال على أهمية استمرار جهود توسيع نطاق مجالات التعاون الثنائي المختلفة وتعميقها بما يعظم المصالح المشتركة للبلدين، مشيرا إلى النتائج الإيجابية لاجتماعات اللجنة العليا الأخيرة بين الجانبين. وأشار متحدث الرئاسة إلى أن العاهل الأردني أعرب عن اعتزازه بالعلاقات الثنائية الأخوية ما بين مصر والأردن وتميزها في ظل التنسيق الدائم ما بين قيادتي البلدين، مؤكدا تطلعه للدفع قدما بأطر التعاون الثنائي على شتى الأصعدة. دعت جمهورية مصر العربية لعقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين، وذلك للتباحث حول التطورات الجارية في أوكرانيا. من جهته قال السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية إنه جار حاليا التشاور ما بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومصر صاحبة الدعوة ودولة الكويت الرئيس الحالي لدورة مجلس الجامعة العربية وباقي الدول الأعضاء للتشاور حول الموعد المقترح لعقد هذا الاجتماع الطارئ. صرح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن الليلة الماضية كانت قاسية فيما يخص التصدي للهجمات الروسية على البلاد. واتهم زيلينسكي القوات الروسية بمهاجمة مناطق مدنية لا توجد بها بنية تحتية عسكرية، لافتا إلى أن قوات روسيا هجمت كل شيء بما فيها سيارات الإسعاف. وحث الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي العالم على حرمان روسيا من حق التصويت في مجلس الأمن الدولي، وقال إن أفعال روسيا في أوكرانيا تكاد تصل إلى حد الإبادة الجماعية. كما أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن بلاده منفتحة على إجراء محادثات أوكرانية روسية، لكن ليس في بيلاروسيا. وأوضح زيلينسكي أنه غير مقبول استضافة مينسك للمفاوضات في وقت استخدمت روسيا أراضيها لمهاجمة أوكرانيا. إلى ذلك، أعلن الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلينسكي أن كييف رفعت دعوى قضائية ضد روسيا إلى محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة في لاهاي. وكتب زيلينسكي في تغريدة على صفحته في تويتر إنه طالب بمساءلة روسيا على تبريرها العدوان، معربا عن أمله في أن تأمر المحكمة الدولية روسيا بوقف أعمالها القتالية. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجيش الروسي تمكن منذ بداية عملياته العسكرية في أوكرانيا من تدمير 975 منشأة للبنية التحتية العسكرية الأوكرانية. وأضافت الوزارة أن قواتها لا تزال تتقدم على عدة مسارات بالأراضي الأوكرانية،
مشيرة إلى أنه من بين المنشآت المستهدفة 23 نقطة تحكم ومركز اتصالات ومنظومات للصواريخ المضادة للطائرات، بالإضافة إلى 48 محطة رادار، مؤكدة أنه تم إسقاط 8 طائرات مقاتلة أوكرانية و7 مروحيات و11 طائرة بدون طيار. في السياق، أكدت رئاسة الروسية الكرملين أنه لن يتم تعليق الهجمات على أوكرانيا في حال حدوث أي محادثات ما بين الجانبين. كانت موسكو قد أعلنت أن وفدها مستعد للقاء المسؤولين الأوكرانيين في مدينة جوميل في بيلاروسيا، لكن كييف قالت إن بيلاروسيا متواطئة في الهجوم الروسي ولا يمكن اعتبارها وسيطا محايدا. أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطوني غوتريتش التزام الأمم المتحدة بتعزيز المساعدة للشعب الأوكراني. وأشار غوتريتش إلى أن المنظمة الدولية ستطلق نداء الثلاثاء المقبل لتمويل عملياتها الإنسانية في كييف، وسيسعى النداء الإنساني المزمع إلى الجمع بين احتياجات المنطقة خارج أوكرانيا تحت قيادة المفوض السامي لشؤون اللاجئين، وكذلك احتياجات الموجودين داخل البلاد. هذا وقامت الأمم المتحدة بتنسيق قوافل إنسانية بنحو أكثر من 150 طنا من المساعدات إلى عدة مناطق أوكرانية. أعلنت وزارة الداخلية البولندية أن ما لا يقل عن 100,000 شخص دخلوا بولندا قادمين من أوكرانيا منذ بدء الصراع هناك. يأتي ذلك فيما أكدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن أكثر من 368,000 شخص قد فروا من أوكرانيا بعد الهجوم الروسي، مشيرة إلى أن العدد في اتجاهه للارتفاع. وأشارت المتحدثة باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى وجود 9 مراكز لإعادة التوطين، وذلك على الحدود البولندية الأوكرانية، ذلك لاستقبال اللاجئين وتقديم المساعدات لهم. يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة اليوم حول الأزمة الأوكرانية. ومن المقرر أن يصوت المجلس على الدعوة لعقد جلسة استثنائية طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي تضم 193 عضوا لمناقشة العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا. ويأتي طلب عقد الجلسة بشأن أوكرانيا بعد أن استخدمت روسيا حق النقد الجمعة لرفض مشروع قرار لمجلس الأمن كان من شأنه أن يدين الهجوم الروسي. قال مسؤول السياسة الخارجية والشؤون الأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل إن وزراء خارجية الاتحاد سيبحثون اليوم في اجتماع عبر الفيديو كونفرنس اتخاذ إجراءات إضافية لدعم أوكرانيا وضد العملية الروسية. وأضاف بوريل في تغريدة له عبر موقع تويتر أنه سيقترح مجموعة من المساعدات الطارئة للقوات المسلحة الأوكرانية، ذلك لدعمها في قتالها. من جهته، قدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الشكر للقوات الخاصة الروسية على مهمتهم التي وصفها بالبطولية في أوكرانيا. جاء ذلك في كلمة له بث الكرملين عبر موقعه على الإنترنت. أود أن أشكر قيادة وأفراد قوات العمليات الخاصة والمحاربين القدامى على ولائكم للقسم وخدمتكم المثالية لمصالح الشعب الروسي ووطننا العظيم، وأتقدم بشكر خاص لأولئك الذين يؤدون واجبهم العسكري ببطولة في إطار العملية الخاصة لدعم جمهوريتي دنباس الشعبيتين. أكد المستشار الألماني أولاف شولتس أن العمليات الروسية في أوكرانيا يجب أن تتوقف، مشددا على أن الجيش الألماني يساند حلفاء الناتو في شرق أوروبا. وتعهد شولتس في كلمة له أمام البرلمان الألماني بالدفاع عن كل شبر من أراضي بلاده وأراضي الحلفاء في حلف الشمال الأطلنطي. كما طلب شولتس بفرض مزيد من العقوبات على روسيا، معلنا تقديم مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا. كذلك دعا إلى ضرورة التأكد من عدم اتساع الهجوم الروسي إلى دول أوروبية أخرى. كما طالب المستشار الألماني البرلمان بالموافقة على تمرير ميزانية دفاعية بقيمة 100 مليار يورو، مشيرا إلى ضرورة تقليل الاعتماد على دول بعينها للتزود بالطاقة في إشارة إلى روسيا.
إن التحدي الثالث هو تفادي توسع حرب بوتين لتشمل بلدانا أوروبية أخرى. لذلك يتعين علينا أن نلتزم بمسؤولياتنا في إطار الناتو. على أي حال هذا ما ذكرت به حلفائنا في أوروبا الشرقية والوسطى. بوتين يجب ألا يستخف بتضامننا. نحن سوف ندافع عن كل شبر من أراضينا وأراضي حلفائنا. ونحن واثقون من ذلك. سندافع عن كل بلد من بلدان الحلفاء كأنه بلدنا. الجيش الألماني يساند حلفائنا في الشرق. وأنا أشكر وزيرة الدفاع على هذا العمل الذي تقوم به. لقد عملنا على تعزيز نفوذنا وتوسيع نطاق مهماتنا في رومانيا مثلا. ونحن نسعى للمشاركة في سلوفاكيا. البحرية الألمانية سوف Thank you.
قالت جمعية الاتصالات المالية العالمية ما بين البنوك سويفت أنها تستعد خلال الأيام المقبلة لتنفيذ إجراءات جديدة للدول الغربية ضد بعض البنوك الروسية. وأضافت الجمعية أنها تتواصل مع السلطات الأوروبية لمعرفة التفاصيل المتعلقة بالكيانات التي ستخضع للإجراءات الجديدة. في ظل عدم وضوح الرؤية حول رد عسكري أوروبي على العملية العسكرية التي تقوم بها روسيا في أوكرانيا، باتت كلمة سويفت الكلمة الأكثر ترديداً مؤخراً مع تبني عدد من الدول الغربية حزمة جديدة من العقوبات الاقتصادية ضد موسكو. ففي بيان مشترك شامل المفوضية الأوروبية وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة وكندا، قال البيت الأبيض إنه تمت إزالة بنوك روسية محددة من نظام سويفت الذي يتيح للبنوك التواصل بسرعة وأمان فيما يتعلق بالتعاملات المالية. كما قرر الحلفاء الغربيون تقييد وصول البنك المركزي الروسي إلى الأسواق من أجل زيادة صعوبة محاولته لدعم سعر صرف الروبل المتراجع منذ بدء العملية العسكرية. ووفقا للاتحاد الأوروبي، تشمل العقوبات حاليا نحو 70% من القطاع المصرفي الروسي، ومن شأن إزالة روسيا من هذا النظام أن يضر بالشركات التي تزود روسيا بالسلع وتشتري منها، ولا سيما ألمانيا. ومع ارتفاع أسعار الطاقة بالفعل، فإن المزيد من الاضطراب هو أمر تريد العديد من الحكومات تجنبه. ونظام سويفت هو نظام مالي عالمي يسمح بانتقال سلس وسريع للمال عبر الحدود، وقد أنشئ هذا النظام في عام 1973 ويربط 11,000 بنك ومؤسسة في أكثر من 200 دولة. أعلنت الرئاسة الفرنسية الإليزية التزامها إرسال وقود ومعدات دفاعية إلى أوكرانيا بهدف دعمها ضد العملية العسكرية الروسية الأخيرة. كما أشار الإليزي أنه سيتم تشديد العقوبات الاقتصادية والمالية ضد روسيا، مستهدفة وبشكل خاص الوصول إلى منصة سويفت ما بين البنوك. كما وافق مجلس الدفاع الوطني الفرنسي على تجميد أصول مالية مملوكة لروسيين مستهدفين بالعقوبات.
شنونا واسلكيفسكا غرامادا вы бачите всі зараз що відбувається бачите вогонь це на жаль горить нафтобаза на Крючках ворог хоче зруйнувати все навкруги але йому нічого не вдасться ви бачите що сьогодні протягом дня йшли потужні обстріли з балістичних ракет в тому числі нашого نجدد عليكم التحية مشاهدين عودة لاستكمال نشرة الثالثة حيث بدأت دولة الإمارات إلغاء شرط استخدام الكمامات في الأماكن المفتوحة والحجر الصحي الإلزامي وذلك للمخالطين لمرضى كورونا. وكانت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث قد أعلنت عن تحديث الإجراءات الاحترازية لتشمل عدم إلزام القادمين إلى البلاد ممن حصلوا على التطعيم الكامل بإجراء اختبارات الكشف عن الإصابة بالفيروس. وبالنسبة للقطاعين الاقتصادي والسياحي فقد تقرر إلغاء التباعد الاجتماعي بينما لا يزال وضع الكمامات إلزاميا في الأماكن المغلقة. ارتفع عدد ضحايا الفيضانات في شمال شرق أستراليا إلى 7 بعد أن ضربت عاصفة شديدة مدينة بريسبان وجنوب شرق ولاية كوينزلاند. هذا وتم فرض حالة الطوارئ من الفيضانات في جميع أنحاء جنوب شرق ولاية كوينزلاند وجرى إغلاق جميع الشواطئ. وسط هذه الأنهار من الأمطار التي لم تتوقف منذ أيام أعلنت السلطات الأسترالية مصرع وإصابة العديد من الأشخاص في فيضانات غير مسبوقة لم تشهدها البلاد منذ عقود. الأمطار الغزيرة تضرب شرق أستراليا منذ نحو أسبوع حيث غمرت المياه مباني بأكملها وطرقا وجرفت سيارات. رئيسة وزراء كوينزلاند أناستاسيا بالازوك حثت سكان بريسبين على البقاء في منازلهم مع توجه الأمطار إلى جنوب الولاية حيث يقع عدد كبير من المناطق السكنية. وأضافت بالازوك أن منسوب نهر ماري ريفر يمكن
أن يرتفع إلى أكثر من 21 متراً، وهو ما قد يتخطى المستويات غير المسبوقة المسجلة في فبراير عام 1999، وتم فرض حالة الطوارئ من الفيضانات في جميع أنحاء جنوب شرق كوينزلاند، وهي ولاية معروفة بوفرة أشعة الشمس، كما جرى إغلاق جميع الشواطئ، وتلقت أجهزة الطوارئ أكثر من 1800 اتصال طلباً للمساعدة خلال 24 ساعة في جنوب شرق كوينزلاند، كما أجرت فرق الإغاثة 132 عملية إنقاذ في مياه فيضانات جارفة وفق مرفق الإطفاء وخدمات الطوارئ. وبعد سنوات من الجفاف وحرائق الغابات التي تفاقمت بسبب التغير المناخي، شهد شرق أستراليا رطوبة استثنائية ناجمة عن ظاهرة النينيا المناخية الناجمة عن خلل حراري في مياه سطح المحيط الهادي. أطلقت الصين صاروخاً من طراز لونج مارش 4C لوضع قمر صناعي جديد في الفضاء، وذلك بهدف رصد البيئة الجيولوجية للأرض والانهيارات الأرضية والزلازل. وذكرت الهيئة الوطنية الصينية للفضاء أن القمر الصناعي الجديد سيتكفل بمهام تقديم بيانات لدعم موارد الأرض ورسم الخرائط فيما يتعلق بالغابات والوقاية من الكوارث وأعمال الإنقاذ، كما يعزز بشكل كبير قدرات الاستجابة السريعة في حال وقوع كارثة طبيعية. كشفت السلطات الصينية عن احتجاز 14 عاملا داخل منجم للفحم بعد انهيار جزئي له جنوب غرب البلاد. وأضافت المصادر أن فرق الإنقاذ تواجه صعوبات كبيرة لوقوع الانهيار بعمق المنجم، وذلك على بعد نحو 3 كيلومترات. وأشارت السلطات الصينية إلى استمرار عمليات الإنقاذ على مدار الساعة في محاولة حفر نفق رأسي للوصول للعمال المحتجزين. أعلنت اللجنة المركزية للانتخابات في بيلاروسيا فتح مراكز الاقتراع للتصويت في الاستفتاء الجمهوري على التعديلات والإضافات الدستورية بالبلاد. وكان الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو وعلى خلفية الاحتجاجات التي اندلعت في البلاد بعد الانتخابات الرئاسية الأخيرة قد أعلن عن ضرورة إضفاء تعديلات على الدستور. وأكد لوكاشينكو في تصريحات سابقة استعداده للتنازل عن جزء من صلاحياته لصالح فروع السلطة الأخرى، وذلك من أجل الحفاظ على الشكل الرئاسي للحكومة مع توسيع صلاحياتها. أدانت القيادة الأمريكية في منطقة المحيطين الهندي والهادي إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي، كما دعت إلى الامتناع عن المزيد من الأعمال المزعزعة للاستقرار. وذكرت القيادة أن التزام الولايات المتحدة بالدفاع عن كوريا الجنوبية واليابان لا يزال صارما، على الرغم من أن الإطلاق الذي تم اليوم لا يشكل تهديدا مباشرا للأراضي الأمريكية وأراضي حلفائها. وكانت الدول المجاورة لكوريا الشمالية قد أعلنت أن بيونغ يانغ أطلقت صاروخا باليستيا في البحر، ذلك في استئناف لتجارب الأسلحة الطويلة ومتوسطة المدى. تقدم رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي وللشعب المصري وللأمتين العربية والإسلامية بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج. جاء ذلك في كلمة له مع بداية الجلسة العامة اليوم لمجلس الشيوخ، حيث أكد عبد الوهاب عبد الرازق أن ذكرى الإسراء والمعراج تحمل معجزات ومعاني عظيمة من حسن التوكل على الله والأخذ بالأسباب. تطيب لنا الليلة ذكرى عطرة ترنو إليها دوما قلوبنا، ألا وهي ذكرى ليلة الإسراء والمعراج. تلك الذكرى التي نستلهم منها ما حملته من معان ومعجزات من حسن التوكل على الله والأخذ بالأسباب وترقب الفرج في كل شدة. ولا يفوتنا في ظل هذه الذكرى العطرة أن نؤكد على أن المسجد الأقصى
ستظل جذور راسخة في قلوبنا وضمائرنا، فهو جزء لا يتجزأ من مقدساتنا الإسلامية، حيث انتهى إليه إسراء نبينا الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم، ومنه بدأ معراجه إلى السماوات العلى. فأتقدم باسمي وباسمكم بخالص التهنئة بهذه الذكرى العطرة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وللشعب المصري، وللأمتين العربية والإسلامية. هنأ فضيلة مفتي الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم الدكتور شوقي علام، هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية لذكرى الإسراء والمعراج. وقال مفتي الجمهورية في بيان له إن معجزة الإسراء والمعراج فيها من الدروس والعبر ما نحن بحاجة إليه الآن من حسن التوكل على الله تعالى والأخذ بالأسباب. كما أوضح مفتي الجمهورية أن هذه الذكرى العطرة نوهت بثقة النبي صلى الله عليه وسلم بنصر الله تعالى وصبره على البلاء. أدى المندوبون المساعدون الجدد المعينون بالقرارين الجمهوريين رقمي 46 و66 لسنة 2022 أدوا اليمين القانوني أمام رئيس مجلس الدولة المستشار محمد حسام الدين، وبحضور المستشار طه كرسوع الأمين العام لمجلس الدولة. ودعا رئيس مجلس الدولة المعينين الجدد للتفاني في أداء رسالتهم السامية والاطلاع الدائم على أحدث علوم القضاء الإداري وتمسك بنصوص التشريعات وفهمها. أدى المندوبون المساعدون الجدد بمجلس الدولة المعينون بالقرارين الجمهوريين رقمي 46 و66 لسنة 2022 اليمين القانونية أمام المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة، وبحضور المستشار طه كرسوع الأمين العام لمجلس الدولة وأقارب السادة الأعضاء. في دعم مستمر ودعم قائم للقضاء عموما ولمجلس الدولة بصفة خاصة، وبتعيين الدفعات اللي النهارده كان بيحلف اليمين جزء من دفعه 2016 وجزء اخر من دفعه 2017 والى جانب دفعه 2018. رئيس مجلس الدوله هنأ القضاة الجدد بتعيينهم وحثهم على التفاني في اداء رسالتهم الساميه والاطلاع الدائم على احدث علوم القضاء الاداري والتمسك بنصوص التشريعات. احساس بالفخر اللي احنا انتمينا لجهه قضائيه عريقه زي مجلس الدوله. طبعا احنا بنشرف ونعتز بالانتماء لمجلس الدوله، يقابله طبعا احساس بالمسؤوليه الكبيره اللي ملقاه على عاتقنا. اليوم بنشهد ثمره مجهودنا، فان شاء الله نكون نلتزم بالتقاليد القضائيه والعرف القضائيه، وان شاء الله نكون على اطلاع مستمر ونتسلح بالعلم، وان شاء الله نكون اضافه جيده لمجلس الدوله. ان شاء الله باذن الله نكون على قدر المسؤوليه، وباذن الله نقدر نحافظ على مبادئ مجلس الدوله المنسقه باعتباره قضاء المشروعية وحامي حمل الحقوق والحريات في مصر. وخلال مراسم أداء اليمين حرص مجلس الدولة على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وتعقيم جميع القاعات لضمان سلامة الحضور. تقوم محافظة القليوبية بإنشاء 27 وحدة صحية جديدة بقرى مدينة شبين الأناطر بمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، ذلك لتغطية جميع القرى المحرومة من الخدمات الصحية. وخلال اجتماع عقده محافظ القليوبية عبد الحميد الهجان لاستعراض آخر المستجدات بالنسبة لمشروعات حياة كريمة، تم عرض موقف توصيل المرافق لمشروعات الصحة الجاري تنفيذها. كما ناقش الاجتماع كتاب المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة بشأن دراسة تخصيص بعض قطع أراضي من المساحات المملوكة للدولة لاستخدامها في بعض المشروعات ضمن مبادرة حياة كريمة. في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة كافة أشكال الخروج على القانون وضبط حائز الأسلحة النارية ومكافحة جرائم الإتجار وترويج المواد المخدرة وتنفيذ الأحكام القضائية واستهداف التشكيلات والبؤر الإجرامية ومواجهة الأنشطة غير المشروعة
التي تؤثر على الاقتصاد القومي للبلاد أسفرت جهودها خلال أسبوع عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية. جهود متميزة لأجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال أسبوع، حققت خلالها الأجهزة الأمنية نجاحات كبيرة في مكافحة شتى صور الجريمة. فمن خلال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، أسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن ضبط 416 عنصراً إجرامياً ومصرع 10 من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة بنطاق 19 مديرية أمن، والسابق اتهامهم في العديد من القضايا أبرزها سرقة، سلاح، مخدرات، قتل. وضبط معهم 255 قطعة سلاح ناري وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة والمواد المخدرة. وفي مجال استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقة بحيرة منزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية، ومنطقة السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية، تم ضبط 54 متهماً وضبط معهم أسلحة نارية ومواد مخدرة. وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 812 قطعة سلاح ناري، أبرزها 112 بندقية و92 بندقية آلية و52 مسدساً و556 فرد محل الصنع وكمية من الطلقات مختلفة العيرة، إضافة ل 1180 قطعة سلاح أبيض. كما تم ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية وبداخلها أسلحة نارية وأدوات وأجزاء التصنيع. وترسيخاً لمبدأ سيادة القانون، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في مجال تنفيذ الأحكام في تنفيذ 491,092 حكماً قضائياً بإجمالي 35,013 محكوماً عليها، من بينهم 1837 حكم جناية و 173,936 حكم حبس و 247,071 حكم غرامة و 68,248 حكم مخالفة. وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة، نجحت أجهزة الوزارة خلال أسبوع في ضبط 16 تشكيلاً عصابياً ضموا 76 متهماً قاموا بارتكاب 59 حادث سرقة متنوع، وتم كشف غموض 65 حادث متنوع ما بين قتل عمد، سرقة بالإكراه، حريق عمد، انتحال صفة، وضبط مرتكبها بإجمالي 93 متهماً. وفي مجال مكافحة المخدرات وضبط المتاجرين فيها، تمكنت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع من ضبط 1320 قضية إتجار في المواد المخدرة، ضبط خلالها 1454 متهماً وبحوزتهم ما يزيد عن 518 كيلوغرام من مخدر الحشيش وأكثر من 1224.5 كيلوغرام من نبات البنجو المخدر وكمية من مخدر الهيروين وزنت أكثر من 29 كيلوغرام، إضافة إلى ما يزيد على 16.5 كيلوغرام من مخدر الاستروكس وعدد 130,228 قرص مؤثر و 60,928 قرص ترامادول مخدر و 45,100 قرص كيبتاجون مخدر. هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالي 57 مليون جنيه. كما تم ضبط 4 مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان وضبط قضيتين غسل أموال قدرت قيمة الممتلكات فيها قرابة 122 مليون جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع بالمواد المخدرة. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تم تداوله من شائعات بشأن ادعاء أفراد انتسابهم لوزارة القوى العاملة وقيامهم بالاتصال بالعمالة غير المنتظمة بدعوى تحديث بياناتهم وأرقام الكروت الائتمانية الخاصة بهم. وأكد المركز الإعلامي نقلا عن وزارة القوى العاملة أن هؤلاء الأفراد غير تابعين للوزارة نهائيا وأن تلك المكالمات الهاتفية تستهدف استغلال البيانات الشخصية للمواطنين
وشددت الوزارة على أن كافة المنح أو المساعدات التي تقدم للعمالة غير المنتظمة يتم الإعلان عنها بشكل رسمي. أشار تقرير لوزارة الموارد المائية والري إلى الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 4450 كيلومترا، وذلك بمختلف المحافظات، حيث يستهدف المشروع القومي لتأهيل الترع تأهيل نحو 20,000 كيلومتر من الترع بتكلفة إجمالية تبلغ 80 مليار جنيه. كما استعرض التقرير موقف حملة الإزالة الموسعة الجارية بجميع المحافظات، وذلك لإزالة كافة التعديات على مجرى نهر النيل والترع والمصارف وأملاك الري. وأشار التقرير إلى أنه تمت إزالة ما يزيد عن 43,000 حالة تعد بمساحة نحو 6,300,000 متر مربع. اختتمت بالقاهرة فعاليات النشاط الثالث الخاص ببناء قدرات الحرفيين وتوعيتهم بأهمية التراث غير المادية لضمان استدامة الحرف بتعليم أجيال جديدة، وذلك ضمن مشروع حصر الحرف التراثية بالقاهرة التاريخية. تضمن حفل الختام تكريم 46 حرفيا من المشاركين في ورش العمل ومعرض المنتجات الحرفية. ويهدف المشروع إلى إعداد قائمة حصر وطنية جديدة للحرف التراثية في القاهرة التاريخية وإتاحة هذه القائمة للجمهور. استضاف المجلس القومي للمرأة فعاليات احتفالية إطلاق نتائج بحث حول العنف ضد المرأة من ذوي الهمم. وتعرض هذا الفعالية للمرة الأولى نتائج بحث تمس حياة كل المصريين من ذوي الهمم وتمثل أهمية قصوى لهن، كما تسلط الضوء على أسباب المشكلات محل الدراسة وطرق وضع الحلول لها. الاهتمام بهذه القضية في أي دولة له أثر إيجابي واجتماعي كبير، حيث يكون رفعة لعوائق كبيرة في سبيل تحقيق التنمية الاقتصادية واحترام حقوق الإنسان. وبالتالي فإن مصر تعد الدولة الأولى، أعتقد ويؤكد لي زمايلنا وأصدقائنا من الأمم المتحدة أن دي أول دراسة خرجت في هذا الإطار على مستوى العالم. الحقيقة هذا المسح يمكن أو الدراسة دي يمكن التوقيت إعلان نتائج توقيت مناسب جدا، أن هو الحقيقة متمشي مع جهود الدولة المصرية الحقيقة للعمل على إتاحة حقوق للأفراد ذوي الإعاقة، أيضا حماية حقوق هؤلاء الأشخاص، والعمل على تفعيل مواد الدستور المصري في 2014. الحقيقة اللي أفرد حزمة كبيرة جدا من الإجراءات اللي بتحمي حقوق هذه الفئة، وهي حقوق الحقيقة متعددة طبعا في مقدمتها المساهمة في الحياة النيابية. الحقيقة في أعداد دلوقتي بتمثل ذوي الإعاقة في مجلس النواب، الحقيقة إتاحة العديد من فرص العمل في كافة مؤسسات الدولة، أيضا العمل على تهيئة كافة المرافق العامة لهؤلاء الأشخاص. الحقيقة أقول لك إن ده يوم تاريخي مش بس للمرأة ذات الإعاقة، لا للنساء عامة، لأن إن إحنا نبحث عن أكثر النساء تهميشا وأكثرهم عرضة للخطر، ده نقطة مهمة جدا، ومعناها إن إحنا فعلا في التنمية المستدامة اللي بنقوم فيها بمصر محناش مستعدين إن إحنا نسيب حد يتخلف عن الركب زي شعار التنمية المستدامة. النساء ذوات الإعاقة في هذا المسح فتحوا قلبهم وقالوا كل اللي عندهم، إذ ربما تكون ما قالوه ألمهم، ولكن في الحقيقة هو هيفيد الكثير منهم، وأيضا هيحسن أداء الخدمات ليهم وكيفية حمايتهم. احتفلت جامعة الدول العربية باليوم العربي للتراث الثقافي الذي خصص يوم 27 من فبراير كل عام للاحتفاء به. وجاء الاحتفال هذا العام تحت شعار الحلي في التراث العربي،
وذلك بهدف تسليط الضوء على التراث الفني الذي تزخر به المنطقة العربية ويعبر عن جذور الحضارات المختلفة عبر التاريخ، وذلك بحضور عدد من الدول الأعضاء، إضافة إلى المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ومنظمة الأمم المتحدة اليونسكو، فضلا عن عدد من منظمات المجتمع المدني المعنية بالتراث الثقافي العربي. لدينا ملف في علاقة مباشرة بهذا الموضوع الذي تم اختياره لهذا الاحتفال، وهو ملف النقش على المعادن. الملف النقش على المعادن تشارك فيه 10 دول عربية، وسيتم إيداعه قريبا في شهر مارس إن شاء الله في منظمة يونسكو. والحلي الذي تم اختياره كموضوع لهذا اليوم، يوم الاحتفال بالتراث الثقافي العربي، يندرج ضمن هذا الملف. هذا يوم حافل بالنسبة لشعبنا العربي وأمتنا العربية في كل أرجاء المعمورة، وبشكل خاص لشعب فلسطين، لما لموضوع الحلي من أثر في مواجهة المحتل وتثبيت الهوية الفلسطينية والذاكرة الفلسطينية. أول مرة أشارك في المهرجان دوت والملتقى دوت، وأنا سعيدة جدا جدا ومبسوطة يعني متشرفة بالمشاركة حقيقي ضمن عضوات الجمعية العربية للحضارة والفنون الإسلامية اللي بتشرف إن أنا عضو فيها. يعني الحقيقة الجمعية دايما حريصة إن هي تحيي التراث وتأصل الهوية المصرية، وإزاي نقدر نحافظ على هويتنا عن طريق الفنون، مبقاش بنقلد حد، احنا لينا هوية أصيلة نقدر نحافظ عليها. احنا اتنوعنا في الركن بتاع في اليمن من فضة أصلية هنا، ومن هنا زي تقليدي يمني وزي الدرع العدني ومحافظات تانية، فكان يعني فرصة جدا مميزة ان احنا نظهر الموروث الثقافي اليمني في مصر الشقيقة. تواصل وزارة التنمية المحلية متابعة تنفيذ بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه مع كل من وزارة المالية والإنتاج الحربي والبترول، بالإضافة إلى هيئتي النقل العام بالقاهرة والإسكندرية، لتعديل 2262 أتوبيس بالنقل العام، وذلك للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من السولار بتكلفة 1,200,000,000 جنيه. وأشار وزير التنمية المحلية محمود شعراوي إلى أن تنفيذ البروتوكول يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتنفيذ البرنامج القومي لتعديل وإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، حيث تتضمن المرحلة الأولى الجاري تنفيذها خلال العام المالي الحالي تعديل 377 أتوبيس بتكلفة بلغت 200,000,000 جنيه. شاركت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشرط في مؤتمر بعنوان التضامن الدولي وخطة التنمية المستدامة. وأكدت الوزيرة في كلمة ألقتها عبر الفيديو كونفرنس أن المؤسسات الدولية شهدت بالطفرة التي تحققت على مستوى كافة محاور التنمية في مصر خلال السبع سنوات الماضية. ولقد شهدت المؤسسات الدولية بالطفرة التي تحققت على مستوى كافة محاور التنمية في مصر خلال السبع سنوات الماضية، حيث تم تنفيذ مشروعات في مختلف قطاعات الدولة لم تتحقق على مدار عشرات السنوات، وتتوج هذه المشروعات بالمبادرة الرئيسية للتنمية المتكاملة للريف المصري حياة كريمة، التي تستهدف إحداث تغيير نوعي في حياة أكثر من نصف سكان جمهورية مصر العربية في 4500 قرية. إلى البورصة المصرية مشاهدين، حيث أنهت تعاملات جلسة اليوم على صعود جماعي بالمؤشرات ليغلق رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة عند مستوى 704.5 مليار جنيه، وسط تداولات بلغت 19.4 مليار جنيه. على صعيد المؤشرات، ارتفع مؤشر اي جي اكس 30 بنسبة بلغت 2.60% ليغلق عند مستوى 11174 نقطة. كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة اي جي اكس 70 متساوي الأوزان بنسبة بلغت 4.16% ليغلق عند مستوى 1848 نقطة. فيما صعد مؤشر اي جي اكس 100 متساوي الأوزان بنسبة بلغت 3.76% ليغلق عند مستوى 2823 نقطة. في أسواق المال الخليجية، صعدت مؤشرات الأسهم على خلفية ارتفاع أسعار النفط العالمية. في السعودية صعد مؤشر السوق الرئيسية بنسبة 1.6%،
كما ارتفع مؤشر بورصة البحرين بنسبة 84%. وفي بورصة عمان ربح المؤشر العام نسبته 78%. مشاهدينا، بهذا نكون قد وصلنا لنهاية هذه الجولة الإخبارية. لم يتبقى فيها إلا تذكرة بأبرز ما جاء فيها من عناوين. خلال اتصال هاتفي مع العاهل الأردني، الرئيس السيسي يشيد بما تشهده العلاقات مع الأردن من تطور مستمر حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية. مصر تدعو لعقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية للتباحث حول التطورات الجارية في أوكرانيا. العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تدخل يومها الرابع، وزيلينسكي يتحدث عن مفاوضات أوكرانية روسية بلا شروط مسبقة. ختام النشرة الثالثة أتتكم من التلفزيون المصري. نعم، في تمام السادسة جولة إخبارية جديدة. إلى الملتقى.